فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفيت امرأة وفي بطنها جنين قد نفخ فيه الروح، عمره 6 أشهر، يقول: فهل الإمام يقول عند إرادة الصلاة: صلوا على المرأة والطفل؟ لا، يصلون على المرأة والطفل تابع لها، الطفل تابع لها، وما يدرينا عن الطفل، إنسان هو ميت من أصل ولا نفخت فيه الروح، الله أعلم. صلى على الأم والطفل يتبعها. نعم.